قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فقوله عز وجل ألم، الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام في أصله ماذا يفيد عند البلاغيين؟ هو طلب العلم بالشيء المجهول للسائل بإحدى أدوات الاستفهام، وأداة الاستفهام هنا هي الهمزة. ولتعلم أن جميع أدوات الاستفهام أسماء ما عدا أدتين الهمزة وهل، وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أن القاعدة في الأصول أن أسماء الاستفهام تفيد العموم، لم يقولوا إن أدوات الاستفهام، وإنما قالوا إن أسماء الاستفهام تفيد العموم. ومن ثم فإن الهمزة حرف، وهل حرف، وهنا حرف وهو الهمزة.